حينما نقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فليس المقصود اعتصام مؤقت. أنت حينما تواصل زيارة الحسين، تواصل ذكر الحسين، تواصل الاستماع إلى خطب الحسين، وتصمم على أن تتبعه في صلاته وصيامه وحجه ومذهبه ومواقفه وحكمه ومواعظه، حينئذ أنت تكون واثق من نفسك. نعم، الشيطان إلى آخر لحظة ما يبطل من الإنسان، وهذا هو الخوف الذي يجب أن يصاحبنا أبدا، التخوف في أن ننحرف. ولذلك نطلب من الله: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. شوفوا، خدموا الإمام، رواية طريفة جميلة من الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول: أول خطوة أنت تمشي إلى زيارة الحسين غفرت ذنوبك، خلاص اطهرت. فيما بعد الخطوات التي تأتي تقدسك عند الله، يعني تجعلك مقدسا. أنت مقدس، المقدس عند الله يعني المؤيد، يعني رب العالمين يوكل بك ملائكة حتى لا تشط عن الطريق ولا تنحرف عنه.